أهلا بكم في الموجز باختصار. بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى 246 للإعلان أو إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وأشاد سمو الأمير بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع الكويت والولايات المتحدة، وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما الدائم والمشترك لتعزيز أواصر العلاقة والارتقاء بأطر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى أفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة. كما بعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة للرئيس الأمريكي بهذه المناسبة. قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الشكر والتقدير لإخوانه قيادي المؤسسة الأمنية ومنتسبيها الذين انتهت مسيرتهم الأمنية في وزارة الداخلية على ما تفانوا فيه من عطاء وما قدموه من تضحيات وأمانة في أداء الواجب. وأكد النواف على ضرورة التحرك الدؤوب داخل وزارة الداخلية، موضحا أن تحريك القيادات وتسكين المناصب القيادية يهدف إلى ضخ دماء جديدة وضم بعض القطاعات وسياسة الإحلال من أجل فكر متجدد لرفع كفاءة العمل الأمني. أعلن الناطق الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل يوسف كاظم عن إطلاق وزارة الداخلية لخدمتين جديدتين عبر تطبيق سهل، تتمثلان في دفع رسوم الالتحاق بعائل ودفع رسوم العمالة المنزلية الإضافية، موضحا أن هاتين الخدمتين التي يمكن لمستخدم التطبيق طلبهما عبر خدمات وزارة الداخلية من خلال خانة خدمات الدفع الإلكتروني سوف تمكن مستخدمي سهل من إنجاز هذه المعاملات بشكل مبسط وفوري. قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه تم إيقاف صرف المعاشات والأنصبة المستحقة لغير الكويتيين اعتباراً من الأول من يوليو لمن لم يحدث بياناته خلال الفترة من الأول من إبريل 2022 إلى 30 من يونيو الماضي. ودعت المؤسسة إلى من لم يحدثوا بياناتهم إلى المسارعة إلى تحديث البيانات حتى يتسنى استئناف الصرف في أقرب وقت. أكدت جامعة الكويت عن قدرتها على استيعاب من تنطبق عليهم شروط القبول في جامعة الكويت بمختلف أقسامها وتخصصاتها، وأنها تحاول قدر المستطاع توفير الفرص الدراسية لجميع الطلبة من مختلف الشرائح. وقال مدير جامعة الكويت الدكتور يوسف الرومي على هامش ملتقى الاستثمار البشري والفرص الوظيفية إن مجلس الجامعة سوف يقر أعداد القبول بجامعة الكويت للعام الجامعي المقبل. أشكر أبنائي الخريجين لحضورهم لمشاركتهم في معرض الفرص الوظيفية، وهذا المعرض يؤهل أو يعرض وظائف لخريجين جامعة الكويت. مثل ما أنتم عارفين في 40,000 طالب في جامعة الكويت و90 قسم و16 كلية أكاديمية في جميع التخصصات، وجامعة الكويت تعرض كثير من التخصصات اللي تطلبها سوق العمل بالإضافة إلى التخصصات اللي لا توجد في أي جامعة أخرى في الكويت. فإحنا شاكرين لجميع اللي شاركوا في المعرض هذا وإتاحة الفرص الوظيفية الكثيرة ولله الحمد لخريجينا. وافق المجلس البلدي في جلسته المنعقدة اليوم على كتاب الهيئة العامة للبيئة بشأن قرار منع الشيشة في الأماكن المغلقة إلا في الأماكن المخصصة لها. وأقر البلدي إجازة العطلة الصيفية التي تكون من الفترة من 17 من يوليو الجاري وحتى 1 من سبتمبر المقبل. وقع الدكتور صقر الملا مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة عقد أعمال وإنشاء وإنجاز وصيانة مجمع صالة ألعاب فردية وجماعية بنادي كاظمة، مؤكداً أن ذلك يأتي من ضمن سلسلة مشاريع إنشائية
تقوم الهيئة بتنفيذها حالياً تهدف إلى تطوير الحركة الرياضية بتجهيز البنية التحتية من صالات وملاعب. بتواجدي اليوم للإعلان عن توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى الصالات الجماعية للألعاب الفردية والجماعية بنادي كاظم الرياضي بتكلفة مقدارها 5,949,000 دينار. هذا المبنى راح يكون على النظام الذكي. هذا المبنى سيحتوي على الصالات والجيمنيزيوم وكذلك على خدمات لكبار السن، وسيحتوي على تراك وصالات متعددة من كرة سلة، طائرة، يد، قدم، صالات. ولأول مرة راح تكون هناك صالة مخصصة لكرة قدم والصالات ما بين الأندية الرياضية. هذا المبنى إن شاء الله سيتم إنجازه خلال عامين، وإن شاء الله يعني نتمنى بأنه سيكون رافد لتطوير الرياضة الكويتية بإذن الله. نهاية الموجز باختصار، المزيد من التفاصيل في نشرتنا الساعة 9 مساءً.